السلام عليكم. اليوم في الشيوات ام وليد راح نشوفوا لي كرواسون. ان شاء الله تعجبكم طريقتي في التحضير، كانوا طلبوها بزاف مني الاخوات. اليوم نعملوها ان شاء الله مع بعض. اذا نجوزوا المقادير، راح نحتاجوا كاس حليب دافي، هذا الكاس يرفد 240 مليلتر، مغرف كبيره خميره الخبز، زوج مغارف كبار تاع السكر، شويه تاع الملح، بيضه، ربع كاس تاع الزيت، وحده خميره الحلوه وزن 10 غرام، والفرينه باش نلمو العجينه. نعاود لك المقادير: كاس حليب دافي، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، زوج مغارف كبار تاع السكر، قرصه تاع الملح، حبه بيض، وربع كاس تاع الزيت، وحده خميره الحلوه 10 غرام، والفرينه باش نلمو العجينه. اذا نبداو بالطريقه. اذا راح نحط الحليب كما قلت لك دافي، ما ديريهش بارد. نديرو السكر، الخميره تاع الخبز ملعقه. اذا راح نخلط هذه المقادير كلها، بيضه، ربع كاس تاع الزيت، نديرو كامل المقادير مع بعض، الملح، شويه تاع الملح، نص مغرف صغيره تاع الملح. اذا نخلط هذه المقادير مع بعض كما راكم تشوفوا. في هذا الاثناء راح نزيد الفرينه، نديرو شويه تاع الفرينه، ندير معاهم خميره الحلوه، نبدا نخلط بيدي، نبدا نلم في هذيك العجينه. نزيدو الفرينة باش تلم العجينة، ديرو الفرينة بهذه الطريقة. راح تدينا حوالي 500 غرام فرينة. راح نزيد، مازال ما تلمتش عندي العجينة. نديرو نلم العجينة، بهذه الطريقة هاي تلمت عندي العجينة. إذا راح نخدمها فوق الرخامة باش تلاحظوا. نزيد لها شويه تاع الفرينه وانا ندلك فيها حتى تولي عجينه طريه بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا، خلوش العجين في يدكم، لموه كامل ونخلو العجينة طرية كما كي تشوفي، فهي طرية. ندلكها شوية، ماشي بزاف، حوالي دقيقتين ولا فقط. شوفي اذا هذه العجينه اللي تحصلوا عليها
راح نقسمها على 6 كور كما كتشوفي ما تلفتهاش بزاف، حاول غبتين فقط، قسمه نلمو العجينه مليح. نديرهم 6 كور قد بعضهم، كما راكم تشوفوا اذا هذه راح نقص منها شويه راح تبان كبيره. نضيفها في هذه، نسقمو كامل الكوار تاعنا، اذا هذا الكوار راح نغطيهم ونخلوهم يرتاحوا لمده 10 دقائق ونرجعوا لهم فيما بعد. اذا بعد مرور 10 دقائق نحكم هذ الكوار تاوعي، نفتحهم على شكل دائره، نديروا الفرينه بالحله تفتحي على شكل دائره، تتفتحي وتدوري تيشكلوا عندنا دوائر، نفتحهم كامل في 6 كامل قد بعضهم، نسيو كيفاش نخرجوهم كامل قد بعضهم. بهذه الطريقة أنا كنت فتحت مقبل الخمسة الأخرين، ها هما ها هم في 6 في 5 وهذه السادسة. إذا راح نبدأ عملية التوريق، كيفاش راح نديرو؟ زيد نفتحها شوية كما راكي تشوفي، راح نجيبو الزبدة كنت ذوبتها من قبل، الزبدة ذايبة ها هي في الكسرونة، ندير بالبانسو ندهن دهن الزبدة مليح، راح نزيد فوقها دويرة أخرى ونجرب كيفاش نديرهم قد بعضهم. العجينة راهي سهلة تخدميها كيما تحبي، تفتحيها غير بيدك ها هي. باش يجونا كامل نفس الشكل راح نزيد ندهن بالزبدة، ديري كمية لا بأس بها، تبدي لك واحد 100 غرام تاع زبدة. إلا كان عندك زبدة التوريق أحسن، راح تخرج لك مرقة أفضل. إلا ما كانش ما عندكش ديري زبدة عادية أو مارغرين كما تحبي. إذا راح ندير ثالثة كما قلت لك، فتحيها هكا بيدك باش نرجعهم كامل نفس الشكل. وراح نزيد ندهنها ونزيد الرابعة والخامسة والسادسة وراح نكملوها فيما بعد. اذا هنا بعد ما كملت في 6 راهم هنا، راح نعاونها بشوية تاع الفرينة باش ما تلصقناش، ونفتحها خبزة واحدة أو الجهة الأخرى ونفتح.
الخبزة تكون شوية السمك تاعها 1 سنتيمتر. دائما نستعين بالفرينة باش تكون الخدمة سهلة وما تلصقش. انا حنشكلها دائره غير بيدي كما راكم تشوفوا. انا حنجيب اللي نقطعوا به قطيعه راح نقطعها اولا راح نقطعوا الاربعه اول شيء، من بعد نزيدو على 8 كل مرسو على 2 ثم على 16 يعني تخرج لنا 16 حبة بهذه الطريقة. يعني راني فهمتكم بالتفصيل ان شاء الله تنجحوا في هذه العملية. الطريقة بكا يعني كل مثلث تقطعي بهذه الطريقة في الطرف على 2 راح نوري لكم حبات وكل حبة تفتحيها بهذه الطريقة راح نوري لك هنا وتلوي. ها هي حبة تاع الكرواسون تاعنا. نزيد لك وحدة اذا تفتحيها بهذه الطريقة وتدوري. اذا انا حنكمل هذه الحبات كلهم نديرهم في بلاطو ونخليهم يخمروا. اذا ها هم لي كرواسون تاوعي بعد ما خمروا دهنتهم بالبيض عادي حبه بيض خبطتها ودهنتهم بالبانسو كامل كما راكم تشوفوا. وراني شعلت الفرن مقبل على اعلى درجه ديرو يسخن مليح ومن بعد دخلوهم يطيبوا. الفرن شاعل غير من التحت، كي تشوفوهم طابوا من التحت شعلوا لهم من الفوق كي يحمروا طفوا عليهم ونلتقي فيما بعد باش تشوفوهم كيفاش طابوا. اذا ها هم لي كرواسون تاوعي بعد ما طابوا راهم مازالهم سخونين. ها هما انا حمروا لي شويه بزياده من التحت وما تخلوهمش يطيبوا لهذه الدرجه. شوفوا كيفاش جاوا مورقين وشابين. طيبوا مع البابيي باش يتنحاو لكم بالخف ما يلصقولكمش. جاو يشهوا يعني ما شاء الله عليهم والريحه ما نحكي لكمش اللي راهي في الدار. اذا راح نجي الطبسي اللي نديرو فيهم بسم الله حنصفو قدام عينيكم. ها هما لي كرواسون تاعنا راهم مازال مسخونين وجاو مورقين ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي تاع اليوم وتجربوها وترجعوا لي الخبر. ها هما اذا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جاوا من الداخل. شوفوا كيفاش يجوا خفاف. شوفوا ها حنقسمهم. شوفوا كيفاش جاوا يشهوا. ولا حبيتهم تحشوهم بالشوكولا احشوهم او لا كونفيتور كيما حبيتو. ها هما لي كرواسون تاعنا ويديروا لك كميه لا باس بها. شفتوا شحال درنا؟ كاس حليب فقط راح يدير لك 16 حبه يعني لكل عائله. ها هما لي كرواسون تاعنا. اذا الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. كما تقدروا تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك شيواد ام وليد. وإلى الملتقى مع وصفة جديدة سهلة وإلى اللقاء.